يد السلام بسطتها الإمارات للمنطقة، فتلقفتها يد الشقيقة البحرين معلنة أنها إلى ركب السلام منضمة. البحرين يدا بيد الإمارات تعبدان طريق الانضمام لقافلة السلام المنطلقة، ونحو عصر جديد من الاستقرار والوئام تروجان برسالة سلام آثار وقوعها محققة، وأولى بشائرها بدأت ترتسم على آمال بالمنطقة تقف بصمت مترقبة لعل دولا تسلك ذات طريق السلام فتقفز بدورها للركب ملتحقة. وللسلام في ذلك وعد يقطعه بأن يوسع عبر إثبات الاستقرار دائرة سلامه في المنطقة، مرتكزا على شجاعة قرار السلام الإماراتي وجرأة الالتحاق البحرينية لتعزيز فرص سلام المنطقة. والانطلاقة من حفل توقيع ترعاه عاصمة الحليفة الكبرى وعصر جديد للسلام يدشن بقوة. الإمارات تضرب مع العالم موعدا لنشر رسالتها بعد أيام، رسالة الإمارات للسلام، خطوة تاريخية على خطى شقيقتها الإمارات أعلنتها مملكة البحرين بانضمامها إلى ركب السلام، خطوة تعزز نجاعة الخطوة الإماراتية الشجاعة في إعلان معاهدة سلام مع إسرائيل تعزز أمن واستقرار المنطقة وتحفظ للقضية الفلسطينية مصالحها وحقوقها، وصولا لتعزيز فرص تحقيق السلام في المنطقة. وعلى بعد أيام تبقى الدول الثلاث الإمارات والبحرين وإسرائيل على موعد مع توقيع معاهدتي السلام رسميا في البيت الأبيض برعاية أمريكية. نتابع في التقرير التالي. عصر جديد للسلام دشنته الإمارات في المنطقة بإعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، مطلقة رسالة سلام نبيلة أثبتت للعالم وللمنطقة برمتها أن جل أهدافها يصب لصالح وخير المنطقة. فانضمت إلى ركب السلام الذي دشنته الإمارات مملكة البحرين بعد أن آمنت كما الإمارات أن مستقبل المنطقة لا يتحقق إلا بمد جسور السلام والوئام. انضمام مملكة البحرين إلى توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل يدفع قدما نحو تعزيز فرص السلام بالمنطقة، مستمدة خطوتها الشجاعة من شقيقتها الإمارات ومعاهدة سلامها مع الجانب الإسرائيلي، والتي حملت مصلحة القضية الفلسطينية على عاتقها وحققت اختراقا لصالحها ضمن لها حفظ أراضيها من خلال موافقة إسرائيل على وقف قرار ضم أراض فلسطينية في إطار معاهدة سلام تتسق أهدافها مع مبادرة السلام العربية. وها هي معاهدة السلام البحرينية مع إسرائيل تأتي لتؤكد ما تضمنته معاهدة سلام شقيقتها الإمارات مع إسرائيل بإجماعهما على أن ما من خيار أمام دول المنطقة لتحقيق تغيير إيجابي ومؤثر على طريق تحقيق الاستقرار ونزع فتيل الأزمات سوى السلام. سلام يبني للمنطقة لبنة الازدهار عبر تعاونات واتفاقات وثيقة في كافة المجالات تفتح آفاقا جديدة للتنمية في دول المنطقة تأخذها نحو مستقبل زاخر بالتقدم في الاقتصاد والعلوم والاستثمار والسياحة والصحة والتكنولوجيا وغيرها من مجالات لا تحصى. خطوة البحرين أثبتت نجاعة معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في حث المنطقة على توسيع دائرة السلام مع الجانب الإسرائيلي باعتبارها خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية وحماية مصالح الدول الوطنية، إلى جانب البناء على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط وصولا إلى إرخاء سدول السلام على المنطقة. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الإمارات رسالة سلام، وباسمكم أرحب بضيوف الكرام. معي هنا في الاستوديو الأستاذ رعد الشلال الباحث السياسي، ومن المنامة رئيس جمعية الصحفيين البحرينية الأستاذة عهدية أحمد، ومعنا من القدس السيد إيلي نيسان الكاتب السياسي والبرلماني السابق. وإذا تسمحوا لضيوفي أن أبدأ مع الأستاذ رعد، يعني هل نستطيع القول بأن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أحدثت ولا زالت تحدث زلزال جيوسياسي في المنطقة، وبدأت تتأثر دول المنطقة إيجابيا بهذا الزلزال؟ أولا مساء الخير أخوي محمد، أنت والضيوف الموجودين معنا والمشاهدين الكرام. تعبير زلزال أتصور أن ردود الفعل جعلت هذا التعبير في محله، لأن الأثر احنا لاحظنا في دولة حقيقية وضعت قدم راسخة أثارت ردود فعل منها الإيجابي ومنها السلبي، كل جهة حسب ما تضمر من نوايا. وبالتالي نعم
هي حركة إيجابية مقبلة، يعني تؤدي إلى تغيير شامل، تغيير إيجابي. حالات عقود من السنين اللي حصدت هذه المنطقة أتصور أن الآن مقبلة، فكل هذا جاء في هذه الخطوة أثار هذه الموجة الواسعة اللي جعلت هذا التعبير في محله. نعم، إذن هي كمن ألقت بحجر على مياه آسنة. بالضبط. نعم نعم. أستاذة عهدية، كيف شجعت معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل على انضمام مملكة البحرين لركب السلام؟ شكرا أستاذ. طبعا الإمارات والبحرين أشقاء، يعني إحنا نتكلم عن اليوم عن تأسيس علاقات دبلوماسية وسياسية مع دولة إسرائيل، وستصبح إسرائيل خلال أقل من 48 ساعة رسميا دولة صديقة، ولكن البحرين والإمارات دائما أشقاء، دائما إخوان، مصالحهم واحدة، على قلب واحد، مروا بأزمات كثيرة مع بعض، وهذه العلاقة سنة بعد سنة صارت أقوى وأقوى. مصيرنا مشترك، فالقرار اليوم قرار اتفاقية السلام راح يخدم دولنا، راح يخدم سمعتنا على المستوى الدولي أيضا. لا ننسى أن البحرين والإمارات كانوا دائما ينادون بالسلام والتسامح والتصالح، ولكن اليوم ثبتنا للعالم أن هذه ما كانت شعارات البحرين والإمارات كانت فقط شايلتها قيادة وشعبا، ولكن هذا كان ما كانوا القيادة والشعب الإماراتي البحريني يؤمنون فيه. هذه الخطوة أنا أعتبرها خطوة جبارة جدا. كلمة السلام أستاذ معانيها عميقة جدا. من يرفض هذا السلام معناته أنه يا أما عنده أجندة معينة أو ينتمي إلى أحزاب إرهابية. من يرفض أن يعم السلام في المنطقة عليه عدة أسئلة ممكن نطرحها عليه، ولكن اليوم نشوف البحرين والإمارات خذوا خطوات جريئة شجاعة وجبارة، وهاي الخطوات دي راح تأثر على استقرار المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. لا ننسى أن مواقف البحرين والإمارات دائما كانت مواقف فيها شهامة، فيها شجاعة مع الشعب الفلسطيني. هذا الشيء ما تغير. بمكالمة واحدة الشيخ محمد بن زايد وقف ضم الأراضي الفلسطينية. ما حصدناه في هذا الشهر أكثر مما حصدناه في 70 سنة. بالعكس، اللي خسرناه في 70 سنة أكثر بكثير مما حصدناه في مدة شهر. أنا فخورة جدا كبحرينية أن البحرين راح توقع هذه الاتفاقية، فخورة جدا أن الإمارات خذت هذه الخطوة. طول عمرنا مواقفنا مشرفة، واليوم ستبقى مواقفنا مشرفة، لأن عمرنا ما وقفنا مع القضية الفلسطينية. نعم. ولكن العالم تغير، 70 سنة صار فيها فشل. اليوم قياداتنا عندها أماكن، عندها رأيها السيادي، رأيها السياسي، وعندها قيادة في المنطقة، ومن حقهم أن يأخذون هذا القرار، ومن حق الشعوب أيضا أن هي تهني قيادتها، لأن ما سينتج من هذا. نعم. القرار راح يساهم في بناء المجتمع والدولة. واضح. أنتقل إلى ضيفي في القدس سيد إلي نيسان. سيد إلي، ماذا يضيف للمنطقة قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل وانضمامها لركب السلام مع شقيقتها الإمارات؟ نعم، أولا كما تفضلتم، ما حدث في الأسابيع الثلاثة الماضية وحتى قرار البحرين يوم الجمعة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فعلا هو بمثابة زلزال في الشرق الأوسط، وهو يعتبر بمعنى أنه هناك شرق أوسط جديد في المنطقة، بمعنى أنه حتى اليوم وبعد قرارات مؤتمر خرطوم لا للسلام لا للاعتراف بإسرائيل ولا للمفاوضات، اليوم المعادلة هذه تغيرت، لأن هناك سلام، هناك تطبيع علاقات، وهناك مفاوضات مع إسرائيل، لأن إسرائيل تلعب دور مهم في الشرق الأوسط. ولذلك أعتقد بعد التوقيع على معاهدة السلام، واليوم كما علمتم أن كان هناك اليوم توقيع بين معهد ويتمان. نعم. للعلوم المتقدمة، وبين جامعة في دولة الإمارات، هذا لمصلحة الشعوب. نعم.
إلى الأستاذ رعد هنا في الاستديو. أستاذ رعد، يعني البحرين ثاني دولة خليجية ورابع دولة عربية تنضم لركب السلام في المنطقة، ما الرسالة الذي تريد أن ترسلها البحرين للدول العربية من خلال انضمامها لركب السلام جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات؟ شوف أخوي محمد، احنا أول نقطة، نسبة الشباب في المنطقة بحدود يعني قريب من 70%. هذول الشباب وين بناخذهم بالخيال الهوليودي اللي يدعون للبعض؟ وين توديهم إذا ما تأخذهم للسلام؟ البحرين خطوتها بالتأكيد ما كانت فجأة، ما هو قرار حلم في منام وبعدين صحوا وتم عرضه وتطبيقه، هذا مدروس. البحرين مملكة قيادتها حكيمة، والحكمة تقاس بمسيرة الدولة اللي تعرف تبني شعبها وتدرس ظروفها في المنطقة وتحاول تحقق أفضل المكاسب في هذا الزمن اللي إحنا نشوف الأوضاع كيف مرت على المنطقة. نعم. وتأخذ شعبها من سلام إلى سلام، لأن ما في بديل آخر. فبالتالي خطوة تدعم الخطوة الإماراتية، حكمة تدعم الحكمة، إنجاز يدعم الإنجاز، وبالتالي هذا هو الخيار الصحيح والوحيد لنا ولإسرائيل أيضا وللشعب الإسرائيلي وللشباب الإسرائيلي. يعني هو الموضوع موضوع أنت هل تريد أن تعيش أو تموت، هو واحد. يعني مثل ما قال نزار قباني، لا يوجد منزلة أخرى. فهذا الاتجاه مدروس، وأتوقع أيضا راح يكون في آثار ارتدادات إيجابية على المنطقة ككل من خطوة الإمارات والبحرين، اللي أتصور يمثل تمثيل اللي يقول أنه تفاجأ فيها أو مصدوم فيها، يمثل الصدمة، لأنه بالنتيجة الحكمة تقود إلى هذا القرار وهذا التوحد باتجاه هذه الخطوة. جميل جدا. أعود بالحوار الأستاذ عهدية من البحرين. يعني المملكة البحرين أعلنت معاهدة سلام مع إسرائيل في غضون 30 يوم من الإعلان الإماراتي لمعاهدة السلام مع إسرائيل. هل هذه المدة برأيك كافية للاتفاق على التفاصيل بين البلدين، أم أن معاهدة السلام الإمارات هي الأرضية المشتركة التي ستقوم عليها المعاهدتان؟ أنا أعتقد أستاذ أن المعاهدة أو المفاوضات اللي صارت هي الأرضية المشتركة. مثل ما قلت في البداية أن البحرين والإمارات دولة واحدة. طبعا تفاصيل الاتفاقية هذه إحنا ما عندنا، ولكن عند الجهات الحكومية اللي راح توقع هذه الاتفاقية. ولكن أنا متأكدة أن لا خلاف، ليس هناك أي خلاف ما بين الإمارات والبحرين على أي شيء في تفاصيل هذه الاتفاقية. أرضية مشتركة، دولتين يؤمنون بالسلام، ودولتين راح يوقعون هذا الأسبوع. وهذه ضربة قوية جدا لمن كان يترصد لأمننا، لمن كان يستهدفنا. تفضل الأخ الصديق من القدس لما تكلم عن التهديد الإيراني، تهديدات فارغة، تهديد جماعة الإخوان المسلمين تهديدات فارغة، تهديد المتطرفين من المذهبين تهديدات فارغة. ما راح يأثر هذا لا على قرار جلالة الملك ولا على الشعب البحريني. نعم. السنين هناك أحزاب تتكلم بالنيابة عن الشعب البحريني. الشعب البحريني مرحب بهذه الاتفاقية ومساندها وفرحان وسعيد، لأن الشعب البحريني يحب السلام، الشعب البحريني يؤمن بهذا الشيء، الشعب البحريني يريد حياة أفضل للشباب الفلسطيني، وأيضا ما يبي يسلب حقوق شباب دولة إسرائيل. لا ننسى أن هؤلاء أجيال انولدوا وهم حاطينهم قدام الأمر الواقع، كأن ما في أي حل لهذا الموضوع غير أن إحنا نحوم في نفس الدائرة 70 سنة. طيب هو ضد حقوق الإنسان أن أنا أنبث دولة شباب في دولة فقط لأن السياسة هذه كانت سياسة غير عن سياستي. اليوم هناك الكثير اللي يجمعنا إحنا مع إسرائيل، إحنا عندنا أعداء مشتركين، إحنا عندنا تحديات مشتركة. إسرائيل لم تضر البحرين من أي ناحية، إسرائيل لم تضر الإمارات من أي ناحية، ولا إحنا قاعدين مثل ما في ناس قاعدة تحرض الشوارع الإمارات البحرينية أو شوارع أخرى تحرض على أن إحنا راح مسلمين القضية الفلسطينية. هذا كلام مردود عليه، لأن دولنا ساندت هذه القضية وستظل تساند هذه القضية. ولكن
من حقنا كدول أيضا أن نحن نفكر في اقتصادنا، في حلفائنا، نفكر في مستقبل أولادنا، مستقبل أولاد المنطقة. لا يمكن أن جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الله أو إيران أو تركيا يسلبون منا هذا الحق. هذا التفكير أن تركيا تقود المنطقة هذا كلام غير سليم. الإمارات والبحرين من حقهم أن يقودوا المنطقة. سيد إلي، هذه المعاهدة من شأنها أن توسع نطاق التعاون الثنائي مع إسرائيل. ما المجالات التي ستتفتح أفاقها مع هذا السلام؟ وهل برأيك سنشهد تعاون ثلاثي إماراتي إسرائيلي بحريني لتوسيع أفاق التعاون بكافة المجالات؟ لا شك السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات والبحرين هو سلام بين الشعوب، بمعنى أنه هذا السلام يختلف عن السلام بين إسرائيل ومصر وبين إسرائيل والأردن، حيث السلام بين هذه الدول هو سلام بارد وهو سلام بين الأنظمة. ولكن السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات والبحرين سيكون سلام بين الشعوب، بحيث تكون التئام وتنسيق تام بكل المجالات. بحرين كما تعلم هي معروفة بالتسامح ورغبة السلام مع كل الشعوب، وكما تعلم أن محمد بن زايد يريد إقامة موقع يضم ثلاثة أديان، هو المسجد وكنيسة يهودي وكنيسة مسيحية، بمعنى هذا الأمر سيكون بمثابة عبادة للرب مشترك لكل الشعوب وكل الديانات السماوية. طبعا هناك مسارات مهمة. المسار الأول هو سيكون مسار الاقتصادي والتجاري، بحيث ستكون هناك شركات، وقد وقعت شركات إسرائيلية جروب أربعة، شركات إماراتية جروب أربعة مع شركات إسرائيلية. وكما قلت في بداية كلامي، اليوم تم اتفاق بين معهد ويسمان بين جامعة في الإمارات. والأمر الثاني هو أمر الديني. أمر الديني بمعنى أنه سيكون هناك رحلات جوية مباشرة بين دولة الإمارات وبين البحرين، ليتسنى لكافة المسلمين من الخليج للقدوم إلى أورشليم القدس وأداء الصلاة في مسجد القدسي في الحرم القدسي الشريف بشكل دائم. نعم. دون نعم. أي عقبات. وأقول أن هذا الأمر هو سيكون، وطبعا ستكون هناك علاقات مشتركة بين البنوك الإسرائيلية وبين البنوك في الإمارات. نعم نعم، واضح أستاذ إلي. طبعا اسمح لي أن أتحدث مرة أخرى. مركز نعم. تجاري عالمي هناك، وهذا طبعا هذا الأمر يطفي بالإيجابيات والمنفعة على كافة الشعوب في منطقة الشرق الأوسط. واضح واضح جدا أستاذ رعد. الحديث هنا عن أن يعم السلام على المنطقة ككل. معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل لوحدها تعتبر اختراق سياسي تاريخي في المنطقة لإرساء السلام، وانضمام البحرين يعزز هذا المسار ويقربها خطوة إضافية نحو السلام. هل تتفق مع هذا القول؟ أكيد، لسبب بسيط، لأنه إحنا الشعارات يعني تجاوز العداد 70 وراح يتجه 80 من 48 إلى اليوم، يعني بني عليها كل الهدم اللي حصل في المنطقة على هذه الشعارات. فهذا الاختراق السياسي وهذه الخطوة هي سحب بساط ويافطات الشعارات هذه، تركوها على جنب في أرض واقع، خلونا نشتغل عليها. وبالتالي هذا يعني أتصور أنه يعني وضع يعني رصاصة الرحمة، إذا قلنا ولو إحنا ما نبيها برحمة، على كل من يعني تلاعب بهذه الملفات طيلة الفترة السابقة. فهو اختراق لقلوب حاقدة لشعارات ويافطات مرسومة بشكل يعني 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 خيالي غير صحيح، ومن خلفها يعمل نعم. عكس ما يرفع. لو لم تتم هذه الاتفاقية، ما هو السيناريو المتوقع في المستقبل؟ لا، احنا ما نبي نقول ايش السيناريو المتوقع لسبب بسيط، لان ما نتمناه. احنا الان امامنا اتفاقية تقودها دول محترمة حقيقية
تحاول تعقدها مع إسرائيل فيها مكاسب. يعني الكرت البحرين الآن مع الكرت الإماراتي احنا نأخذ فيه كرت واسع من إسرائيل، بالتالي هو علاقة وصلح غير مجاني، مثل ما يروج اللي هم ضده رغم أنهم في الواقع في زاوية أخرى. زين، فالقادم جميل، ما نبي نقول لو لم يكن كذا ما هو المفترض أن يكون. جميل. يعني القادم جميل بإذن الله. بإذن الله. أنتقل إلى الأستاذة عهدية، أين تكمن أهمية معاهدتي السلام الإماراتية والبحرينية بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ الدور اللي راح تلعبه الإمارات والبحرين أستاذ في الفترة المقبلة، نأكد على أن الدور بيكون إيجابي في خدمة القضية الفلسطينية. قياداتنا كانت دائما داعمة لهذه القضية، فمستحيل أن في خلال 24 ساعة كل المبادئ والقيم تتغير، مستحيل. إحنا نعرف قياداتنا، إحنا وقفنا مع هذه القيادات في الكثير من الأمور، لأن هذه القيادات هي اللي حافظت على الأمن والاستقرار اللي إحنا اليوم عايشينه. القيادات اللي آمنت بالقضية الفلسطينية لن تتخلى عن هذه القضية. من يريدون أن يشوهوا سمعة قياداتنا وشعوبنا اللي واقفة مع دولها في هذا القرار عندهم أهداف أخرى، ولكن القضية الفلسطينية أنا أشوف أن المستقبل بيكون مستقبل مشرق جدا، مثل ما تفضل الأستاذ رعد لما قال أن احنا ما نبي نفكر في السيناريو لو ما صارت هاي الاتفاقيات. أنا أعتقد أن السيناريو 80 سنة 90 سنة احنا في نفس الدائرة، ولكن راح نكون في نفس الدائرة، ولكن أيضا راح نخسر اقتصاديا سياسيا. أعدائنا في المنطقة يجب أن يقفوا عند حدهم، هذه الاتفاقيات جاءت كصفعة على وجوههم، كطعنة، كضربة في ضربة، مثل ما تفضل الأستاذ رعد أن طعنة جاتهم. فأنا أشوف أن ما كان في أي خيار آخر لنا غير أن احنا نقعد على طاولة حوار مع دولة احنا نظرنا لها ان هي عدوة صار لنا اكثر من 70 سنة. اليوم العالم تغير، اليوم انا قاعد اتحاور مع من كان عدوي، اذا ما تحاورت معاه ما راح اوصل لحل. اسرائيل صار لها سنين تحاول ان هي تبني علاقات مع دولنا، هاي مو دليل على حسن نيتها تجاه دولنا. طبعا في المقابل بيكون في مقابل هاي العلاقات بيكون شنو؟ الحفاظ على مستقبل الشباب الفلسطيني. نعم. لن يخسروا، لأن احنا خير من نعلم قياداتنا شنو نواياها. نعم. فلن تخسر القضية، لم تخسر، خسرت في الماضي بسبب قيادات استخدمت هذه القضية للمتاجرة فيها، ولكن هذا الشيء ينتهي في أقل من 48 ساعة، مثل ما أنا قلت في مكالمة واحدة مع الشيخ محمد بن زايد ضم الأراضي وقف. فتصوروا أن في الفترة القادمة شن اللي راح يحصل عليه الشباب الفلسطيني. نعم. ضيوفي ومشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم برسالة السلام من الإمارات، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، أرحب مجددا بضيوف الكرام. معي هنا في الاستوديو الأستاذ رعد الشلال المحلل السياسي، ومن المنامة رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية الأستاذة عهدية أحمد، ومن القدس السيد إيلي نيسان كاتب سياسي وبرلماني. أعود إليك أستاذ رعد، يعني بعد أيام سنشهد توقيع رسمي مزدوج للسلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل للتوقيع على معاهدة السلام هذه مع إسرائيل، كيف ترى هذا الإنجاز المضاعف على مسار تحقيق السلام كتوقيع رسمي؟ طبعا هو التوقيع يعني في أي حالة من الحالات ما هو مجرد الخط القلم اللي انخط، هذه إرادة دولة كاملة، إرادة دولة عندها حكومة تمثل شعبها تمثيل حقيقي. لذلك الطرف الآخر محتفي بهذا التوقيع وينظر له نظرة لم يسبق أن النظر مثلها إلى في دول أكبر مساحة من الإمارات وأكثر تعداد وقعت. لكن هذا التوقيع مثل ما تفضل الأخ الضيف من القدس أنه توقيع حقيقي، يعني علاقة حقيقية، ليست فقط مجرد
يعني نزع شرارة بين قيادتين لأن أصلا غير موجودة بين الإمارات وإسرائيل، علاقة شعب بشعب، علاقة دولة بدولة. فبالتالي هذا التوقيع ترجمة لكل هذا، وهو بالتأكيد أساس متين، لأنه هذا يعني مبني يعني خلف كثير من الاتفاقيات اللي مرت في مرحلة تفاوض وصياغة، وبالتالي ترجمة إلى ملفات الآن يتم التوقيع عليها، فهي التزام بين دولتين بحثوا ما جاء في الورق اللي راح يتم التوقيع عليه. واضح جدا. أستاذ عهدية، ذات السؤال يعني أحمله إليك، ونحن على مشارف التوقيع الرسمي على معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، ماذا يعني التوقيع الرسمي لكافة الأطراف بالنسبة إليك؟ التوقيع الرسمي أستاذ خلاص نثبت للعالم كله أن كل الكلام اللي كنا نقوله أن إحنا دول نؤمن بالسلام راح ينطبق رسميا في خلال أقل من 48 ساعة. دورنا راح يتغير في الشرق الأوسط، في على خارطة العالم كله، بنثبت للعالم أن ما كنا ما كان في نيتنا اليوم بيصير على أرض الواقع. بنثبت للعالم كله أن إحنا دول كانت دائما تحارب من أجل حقوق الإنسان. الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية في كل الأزمات اللي مر بها دول العالم كانت دائما موجودة تقف مع الشعوب لما يمرون بأزمات. اليوم هاي كلها بيترجم على أرض الواقع، نثبت للعالم رسميا أن إحنا كل ما كنا نؤمن فيه، كل المساعدات اللي دولنا كانت تقدمها، كل إيمانها بالحفاظ على حقوق الإنسان راح يكون واقع من خلال توقيع اتفاقية مع دولة إحنا ما كانت عندنا أي علاقات وياها. بنثبت بنراوي العالم كله أن ما كنا نؤمن فيه اليوم حصل على أرض الواقع مع دولة ولا أحد فينا، لا اللي موجودين هنا في البحرين ولا اللي موجودين في الاستوديو كانوا يتخيلون أن في يوم من الأيام إحنا راح نشهد هذه اللحظة التاريخية. كبرنا وإحنا نبي السلام، اليوم قيادتنا تبتعطينا إياه على طبق من ذهب، طبق من فضة، وهذه خطوة جبارة جدا جدا جدا، وراح تساهم في السمعة اللي إحنا بنيناها كدول. إحنا نتكلم عن البحرين مثلا، خلال في مساحة كيلومتر واحد البحرين فيها كنيسة، فيها معبد للبوذا، معبد للهندوس، فيها سينغوغ لليهود، فيها مسجد. هذه البحرين. الإمارات دائما كانت سباقة في موضوع التسامح والتعايش. الإمارات احتفلت بهذا المسج لمدة عام، واليوم نرى أن على أرض الواقع كل هذه اللي عملناه الحين نبي نثبت للعالم أن كانت نوايانا في مكانها. نعم. سيد إلي، هل تتفق مع ما أكده مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن التوقيع الرسمي للمعاهدة الإماراتية والبحرينية مع إسرائيل ستمنح المعاهدة مكانة أقوى على المستوى الدولي والإقليمي؟ لا شك. أولا كما تفضلتم أن قضية الضم التي كانت مطروحة على بساط البحث خلال عدة أشهر منذ الانتخابات في إسرائيل، هذه القضية هي لم تطرح بتاتا اليوم وغير موجودة على جدول أعمال دولة إسرائيل. الآن في أعقاب توقيع السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات والبحرين، ربما هذا الأمر يقنع الجانب الفلسطيني ليأتي إلى مائدة المفاوضات رغم الغضب العارم الذي نسمعه في الأيام الأخيرة. حتى اليوم في منطقة الشرق الأوسط مع الأسف شهدنا الحروب، وهذه الحروب كما تعلم لم تجدي نفعا لأي شعب سوى أن جلبت الخراب والدمار وسفك الدماء في الشعوب. على الدليل على ذلك كما سمعتم من الرئيس المصري السيسي أنه رحب بعد الحروب التي دارت بين إسرائيل ومصر منذ عام 48، السيسي الرئيس المصري رحب بمعاهدة السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات ومع البحرين على الأمل أن تحدو حدوى هذه الدولتين دول أخرى في الخليج للسلام في الشرق الأوسط. ودليل ثاني هو أن كل دول الاتحاد الأوروبي رحبت بهذا السلام، وهذا السلام كما قيل قبلي من الجماعة المفضلين أن هذا السلام طبعا يؤدي إلى
مزيد من الاستقرار والازدهار للشعوب في منطقة الشرق الأوسط، لأن كفى من الحروب. الشعوب وأبناء الشعوب وكل أبناء العائلة الذي ينجبون الأولاد يريدون أن يرون أولادهم يزدهرون ويتقدمون في العلم، ومع الأسف الحروب حتى اليوم منعت هذه الأمور من العديد من الشعوب في منطقة الشرق الأوسط التقدم والازدهار. نعم. اليوم بعد توقيع معاهدة السلام التي نشهده بعد يومين في الولايات المتحدة وتحت رعاية الرئيس الأمريكي ترامب، هذا الأمر يؤدي ربما إلى العديد من الدول في الخليج مثل السعودية ومثل عمان وأيضا مثل موريتانيا أو السودان لتحدث حدوى دولة الإمارات وبحرين لتوقيع السلام مع إسرائيل بهدف الازدهار والاستقرار في المنطقة. نعم أستاذ رعد، نبقى في سياق التوقيع الرسمي للمعاهدة، لماذا لم يتم الاكتفاء بالإعلان فقط بأن هناك اتفاق سلام بين البلدين؟ برأيك هل يضفي التوقيع الرسمي مزيد من الالتزامات بين الدولتين؟ هو في الأمور الرسمية ما يكفي المقولة عندنا الرجل اللي يمسكون من لسانه، هذه أمور دولية، فبالتالي التوقيع يعني كلا الطرفين ملزم أمام العالم بأن ينفذ كل ما جاء في هذه الاتفاقية. فأكيد في بنود إحنا ما نعرفها، ما اطلعنا عليها الآن، أكيد في مكاسب وهذه المكاسب أكيد كبيرة. إحنا في قاعدة يعني درء المفسدة أولى من جلب المنفعة. صار درء مفسدة، تم إيقاف الضم وصار جلب منفعة، والشعارات هذه اللي لو تجمع الآن بأوراقها يعني كياس قمامة تنظف الكرة الأرضية من لبنان إلى الصومال، هذا كله سمعنا شبعنا منه خلصنا. الآن في رجال درسوا وقدروا يحققوا النتيجة ووضعوها في ورق، وهم حريصين أن هذا الورق يصبح قاعدة دولية للقادم أيضا، لأنه كيف أنت أي حد قادم كيف ممكن يعتمد إذا ما اطلع وشاف على الأرض أن في واقع في منفعة لكل الأطراف تم تحقيقها من خلال هذه الاتفاقية الموثقة رسميا والموقع عليها رسميا وعليها شهادة دولية. نعم. فهذا توثيق مطلوب، لأن الموضوع ما هو حديث مجالس، هذا موضوع دولي عظيم يعني. جميل جدا أستاذ عهدية، نعود للموضوع القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق للشعب الفلسطيني. اليوم الإمارات بمضيها نحو مراسم التوقيع التاريخية مع إسرائيل في البيت الأبيض، ولا شك إلى جانبها مملكة البحرين، ألا تعطيان بذلك رسالة تؤكد مضيهما في طريق استعادة الحقوق الفلسطينية؟ طبعا أنا أنظر لها بطريقة إيجابية جدا، لأن العقود اللي مرت ما شفنا أي نتيجة منها. اليوم قاعدين نشوف دولتين في الشرق الأوسط البحرين والإمارات الغالية نشوفهم يأخذون خطوة قوية جدا. هذه الخطوة أرجع وأقول إن هي راح تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. قياداتنا مبادئها لم تتغير ولن تتغير، هذه الخطوة راح تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، راح ترجع حقوقهم، راح تحافظ على حقوقهم، ومن يرى غير ذلك لا يرى الصورة الكبرى للي قاعد يصير في العالم. احنا اعلم بقياداتنا، احنا اعلم بمواقفها، احنا شعوب هذه الدول، واحنا وانا اللي افتخر فيه اليوم استاذ ابي اقول لك ان يعني مثلا الفلسطينيين اللي عايشين في دولنا مواقفهم مواقف مشرفه جدا كانت، هم اليوم مواطنين بحرينيين واماراتيين ومواقفهم مشرفه جدا لانهم عاشوا في دولنا، عرفوا قياداتنا، عاشوا تحت حكمنا وعاشوا معنا ويعرفوننا قيادة وشعبا، يعرفون البحرين والإمارات شلون. نعم. فمواقفهم مواقف مشرفة جدا كانت دليل على أنهم عارفين أن قضيتهم لن تضيع. طبعا في ناس بتستمر في المتاجرة بهذه القضية، فلسطين سحبت سفيرها من البحرين، وهذا التصرف أنا أعتقد عاطفي جدا، لأن لا يمكن أن إحنا قرار سيادي لنا يلغي كل ما البحرين والإمارات سوته لفلسطين في 70 سنة اللي مضت. نعم. هذا تصرف مؤسف جدا جدا، ولكن مع الأيام بنثبت للشعب الفلسطيني أن البحرين والإمارات مع قضيتهم كانت وستظل مع قضيتهم. البداية بداية ممتازة جدا، شلون ما في نظرة إيجابية للي صار
في خلال شهر، ولكن الشعب الفلسطيني مع الأيام بيعرف أن كل هاي التحركات صارت لمصلحة الشعب الفلسطيني ومستقبل شبابه. نعم سيد إلي، أعود لنقطة مهمة جدا، مسألة وقف الضم. اليوم توقيع المعاهدة وبشكل رسمي، هل يعني برأيك أن اتفاق وقف الضم سيأخذ طابعا دائما؟ أولا، قضية الضم هي غير مدرجة على جدول أعمال الحكومة، وهذا الأمر في الأول وفي حتى الآخر يتعلق بالإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية واستجابة ونزولا عند رغبة العديد من الدول العربية تخلت اليوم على هذا الموضوع، أو نقول تعليق هذا الموضوع إلى مستقبل لم نراه حتى الآن مستقبلا. القضية هي كذلك، الإدارة الأمريكية حتى اليوم لم تعطي الضوء الأخضر للحكومة برئاسة نتنياهو المضي قدما في هذه القضية. وإذا في الانتخابات القادمة، طبعا أحد لا يعرف ماذا ستكون النتائج، طبعا الدول العربية أو الخليجية تفضل طبعا أن يكون يفوز ترامب بهذه الانتخابات وليس بايدن، ولكن إذا بايدن فاز بهذه الانتخابات طبعا قضية الضم هي بتاتا لن تكون مطروحة على بساط البحث. ولذلك أعتقد أن في الوقت الحاضر هذا الموضوع غير مطروح على بساط البحث. ثانيا، من ناحية داخلية إسرائيلية، هناك كانت نقاشات داخل إسرائيل بين اليمين المتشدد بهذا الموضوع، لأن اليمين المتشدد ماذا أراد؟ أراد فقط قضية الضم، وهو يعارض إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ولذلك هم وضعوا المزيد من الشروط، وهذه الشروط لم تكن مقبولة على الإدارة الأمريكية. ولذلك أنا أعتقد أن قضية الضم اليوم هي هي أصبحت في خبر كان، مستقبلا أنا لا أعتقد أن ستكون مطروحة على بساط البحث. وضحت الصورة. وهذا الأمر طبعا سيكون منوط بالإدارة الأمريكية إذا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل أو لا تعطي الضوء الأخضر. وأعتقد أن بسبب معارضة العديد من الدول العربية، أعتقد أن هذا الأمر لن يكون مطروحا على بساط البحر. واضح جدا، شكرا لك سيد إلي. من الإمارات، أرض السلام وعنوان المحبة والتآزر الإنساني، نودعكم مشاهدينا، وباسمكم أكرر شكري لضيوفنا الكرام. كان معنا هنا في الاستديو الأستاذ رعد الشلال المحلل السياسي، ومن المنامة رئيس جمعية الصحفيين البحرينية الأستاذ عهدية أحمد، وكان معنا من القدس السيد إيلي نيسان الكاتب السياسي والبرلماني السابق. وتبقى الإمارات رسالة سلام. دمتم مشاهدينا بخير، في أمان الله.